في الذكرى السابعة لثورة الحادي عشر من فبراير يسترجع الشاب أيمن العريفي ذكرياته مع الثورة. أيمن جريح بلاطجة نظام المخلوع صالح إبان الثورة السلمية، وبات مقعدا على كرسيه المتحرك إذ أوشكت جراحاته أن تنهي أمله في العلاج. إهمال شديد، لو تشوف يعني خلاص 7 سنين وأنا معاق أتكلم لذا أتكلم لذا، اشتي يعني يعلقونا أتحرك من جديد، اشتي أرجع أمشي على رجلي، اشتي يعني مشيش بسكليت طول عمري. أصيب أيمن في الحديدة بطلق ناري في العمود الفقري تسبب بفقدانه الكامل لحركة أطرافه السفلية، مما جعله غير قادر على الحركة تماما، وقد تضاعفت معاناته خلال 7 سنوات، كما بدأت قدمه وساقه بالتورم وزادت معاناته على نحو متسارع. أصبت بطلقة نارية في العمود الفقري، وللآن من عام 2011 إلى الآن وأنا معاق، يعني معاناتي شديدة لحد الآن، معاناتي تفوق المستحيل يعني. لا تنسى منصة ساحة التغيير بالحديدة كيف كان أيمن ملهما لرفاقه، كيف لا وهو من يطالبهم بالاستمرار على نهج الحرية حتى وهو على كرسيه المتحرك في واحدة من أبلغ صور الاعتزاز بثورة فبراير. يشكو أيمن من تجاهل تام طاله منذ 4 أعوام، إذ لم يعد يحصل على أي دعم ولا اهتمام، كما أنه يأمل أن يجري عملية تحفيز للنخاع الشوكي خارج اليمن، والتي يمكن من خلالها معالجته ليتمكن من الحركة مجددا، غير أن العملية وتكاليف السفر باهظة مقارنة بدخل والده البسيط. إن شاء الله يكون في أمل أنه يتعالج ببلاد خارج بإذن الله سبحانه وتعالى، إلا أنه لم يتلقى العناية الكافية ولم يتلقى العلاج في دول الخارج، بل تمت إجراء خياطة للكيس الحبل الشوكي وللرئة، وبقي على ما هو الحال عليه، ولا بقيت أطراف السلية تضمر وحالته تسوء إلى الآن. تقارير مختلفة وعينان غائرتان في الألم، ووالد تقطعت به أسباب الحياة وهو يرى سنين العمر تتفلت من يدي أيمن، لكن آماله ما تزال معقودة على أي جهة يمكن لها أن تتبنى معالجة ولده ليعود إلى ممارسة حياته بشكل طبيعي. فهل ستجد استغاثته أذنا صاغية تخفف عنه قهر الحياة وألمها الذي جاوز حدود الاحتمال؟